يحتفل العالم اليوم في 28 من شهر أكتوبر باليوم العالمي للتأتأة الذي يأتي للتوعية بالعديد من المشاكل الصحية، حيث يأتي بفعاليات وأنشطة لتقديم أبرز الحلول الصحية لهذه الفئة. لمزيد من التفاصيل معنا من المدينة مباشرة مراسلنا الزميل مصطفى عباس. مصطفى أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار، يعني في 28 من شهر أكتوبر كل عام يحتفي العالم بالتأتأة، كيف تحتفي المدينة المنورة بهذا اليوم؟ أهلا بك حسن وبالسادة الكرام المشاهدين أينما كنتم عبر هذه النشرة والتي يعني خصصناها لكم عبر هذا اليوم العالمي للتأتأة الموافق 22 من شهر أكتوبر من كل عام. طبعا جميع الهيئات والمنظمات تستعد لهذا اليوم لإبراز تلك الفئة المصابة بهذا المرض أو بهذا العضال بسبب مرض التأتأة أو كما يسمينه بعض النفسيين اضطرابات خاصة في التواصل. لكن دعنا نتحدث عن الشريط الخاص الذي تم اختياره لهذه المناسبة وهذا اليوم العالمي. تم اختيار الشريط الأخضر لهذا اليوم لتوعية جميع المجتمع في آلية التواصل مع هذه الفئة وأيضا تقديم أبرز الحلول من قبل المختصين والأطباء النفسيين الممارسين لهذا المجال. لنأخذكم بتفاصيل أكثر حسن والسادة الكرام المشاهدين، يلتحق معي الأستاذ عبد الله الجهني وهو المختص باضطرابات التواصل وكذلك ايضا احد معلمين تعليم المدينه. اهلا وسهلا بك استاذ عبد الله، دعنا نتحدث في البدايه يعني كون هذا اليوم العالمي للخاص للتأتأة، كيف تقفون كمختصين اليوم لعلاج هذه الفئه وابرز طرق العلاج ايضا؟ اهلا وسهلا بك اخي الكريم واهلا بالساده المشاهدين والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لا شك أن من أهداف النشر هذا من أهداف اليوم العالمي للتأتأة هو نشر الوعي داخل المجتمع، ومما لا شك فيه أن طرق العلاج تتمحور حول ثلاثة مناهج. الأول علاج تشكيل الطلاقة، والعلاج الثاني علاج تعديل السلوك، والمنهج الثالث الدمج بين العلاجين. دعنا نتحدث عن مسببات هذا المرض الخاص بالتأتأة، هل هي أمراض مكتسبة تكون أم لحديثي الولادة؟ بالنسبة للأمراض تقريبا ثلاث عوامل تسبب التأتأة، أولها عوامل وراثية، وثانيها عوامل عضوية، وثالثها عوامل بيئية. يعني قد يعني يصاب المرء بهذا المرض جراء حادث أو جلطة لا سمح الله؟ نعم 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 لا شك. أستاذ عبد الله، يعني بعض الأطفال لديهم أخطاء في النطق، مثلا حرف السين ينطق ثاء عند بعض الأطفال، هل هذه من الأخطاء أو من المتعلقات بمرض التأتأة؟ لا ليست متعلقة بمرض التأتأة وإنما تتعلق باضطرابات النطق، وهي إبدال، يعني يبدل الصوت بصوت آخر. إذا دعنا نتحدث أيضا في جانب آخر ومحور آخر أستاذ عبد الله، يعني 1% من سكان العالم مصابين بالتأتأة، دعنا نتحدث أيضا عن الطرق الحديثة في العلاج الخاص لهذه التأتأة، وأيضا يعني ربما هناك مراكز مختصة الآن تقوم بعملية التخاطب مع الطفل أو مع المصاب للتخلص من هذا المرض. أما بالنسبة للعلاج كما ذكرنا سابقا أنها ثلاث طرق، الأولها علاج تشكيل الطلاقة، وثانيها علاج تعديل السلوك، وثالثها الدمج بين المنهجين. جميل. أستاذ عبد الله، ماذا عن المراكز اليوم التي تقدم هذا العلاج؟ وأيضا يعني لو نتحدث عن متى يعني لابد من الأهالي التوجه إلى أخصائي التخاطب أو يعني عندما يلاحظون تغيرات سلوكية في الطفل. جميل. بالنسبة نذهب إلى الأخصائي عندما مشاهدت هذه الأعراض. ثانيها أن تستمر الأعراض مدة تزيد عن 6 أشهر. ثالثها عندما يتجاوز الطفل 5 أعوام فأكثر. جميل. أبرز النصائح والإرشادات التي تقدمها اليوم كونك أخصائي في هذا المجال. أبرز النصائح التي يقدمها للوالدين التحلي بالصبر مع الطفل المتأتئ قدر الإمكان. ثانيها توفير جو هادئ داخل المنزل. ثالثها تجنب كثرة التصحيح للطفل. رابعها تجنب الطلب بشكل صحيح باستمرار. خامسا التحدث عدم مقاطعته عندما يتحدث، وأيضا بالإضافة إلى أنه
تقريبا التعاون مع أخصائي النطق واللغة والعمل على التدريبات المعطاة من قبل أخصائي النطق في المنزل. يعني أختم معك بشكل مختصر، هل التوتر والقلق يسبب التأتأة؟ بلا شك أن من مظاهر التأتأة قسمت إلى ثلاثة أقسام، أولها السلوكيات الأساسية، وثانيها السلوكيات الثانوية، وثالثها مشاعر واتجاهات التي من ضمنها سؤالك هذا كالخوف والقلق، وتزيد عندما إدراك الشخص المتأتئ بحالته. إذن كل الشكر لضيفي وضيفكم العزيز الأستاذ عبد الله الجهني على هذه المعلومات والإيضاحات. اليوم حسن والأستاذ الكرام المشاهدين، ما يزيد عن 1% من سكان العالم مصابين بالتأتأة. الشائع عند الجميع بأن هذا المرض أو هذه الحالات الخاصة للتخاطب لا تعالج، وإنما بالعكس تعالج مثلها مثل أي مرض آخر عبر التدريبات وعبر التحسينات الخاصة لعملية التخاطب، وكذلك ربما قد تصل إلى بعض الأحيان في صرف الأدوية لتجنب هذا المرض. هذا كل ما لدي بشكل مختصر في اليوم العالمي للتأتأة. إليك مجددا بالصوت والصورة حسن. مصطفى عباس، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من المدينة. شكرا كذلك لضيفك الكريم.